40 سنة من الخلاف الجوهري على المستويات الشخصية والسياسية والاستراتيجية بين تيار المردة وحزب القوات اللبنانية انطوت امبارح مع مصافحة بركتها بكركي بين زعيمي الحزب والتيار سمير جعجع وسليمان فرنجية. اللقاء اللي كان له صدى واسع بالأوساط السياسية ورح يكون له وقع أقل على الشارع اللبناني والمسيحي بشكل خاص. أول شيء تأثيره على الشارع كتير 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 إيجابي عن كل عملية مصالحة بين اللبنانيين. أنا برأيي بتكون أكيد بتصب بمصلحة اللبنانيين ككل. بعض الأقلام يلي بتعرف تتلقى توجيهات من الخارج ويلي بهم على طول زرع الشقاق بين اللبنانيين. تسكير جرح قديم هو العنوان العريض للمصالحة بحسب القوات، الشيء اللي بيخليها وجدانية بالدرجة الأولى. فبحسب عراب المصالحة عضو المكتب السياسي بتيار المردة الوزير السابق يوسف سعادة، الطرفين متجهين لتطبيع العلاقات وإدارة الشؤون الداخلية بشكل ديمقراطي أكثر وتخفيف الصدام السياسي دون المس بالمبادئ اللي بتشكل أساس الخلاف السياسي بين الحزب والتيار وانتماء لفريقين سياسيين مختلفين. إنه استراتيجيا هن بمحل نحن بمحل. بالداخل ممكن نلتقى بكتير ملفات بكتير نقاط بكتير محطات ممكن نتباعد، بس عشرة ما تأثر على إذا بدك العمل السياسي الديمقراطي الحر. أما عن توقيت المصالحة فبينفي قطيشة وسعادة يكون له أبعاد سياسية أو ارتباط بأي استحقاق، فهو مجرد توقيت أنتجه مسار تفاوضي طويل بين الحزب والتيار استمر لأشهر وترجم بالشارع الشمالي تحديدا لتحضيره لمصالحة تهدف لتقليل حدة انقسامه التاريخي وتداعياته على حياة الشماليين السياسية والاجتماعية. بتتفق أوساط الحزب والتيار حول الانعكاسات الإيجابية لهالمصالحة، إلا أنه تحولها لعمل سياسي مشترك بيبقى رهن مدى تطور واستمرار الحوار الجدي بين الطرفين مستقبلا. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.